الصلاة هي مفتاح هزيمة ابليس، والصلاة بإيمان هي التي تحقق مشيئة الله على الأرض. أما الصلاة بدون إيمان فهي لا تحقق مشيئة الله بل مشيئة ابليس. ومن هنا يحارب ابليس الصلاة الحقيقية وبضراوة كما فعل مع الرسول بولس ومجموعة من المؤمنين في مدينة فيليبي. هذا هو موضوع درس اليوم الذي نسمع فيه عن تحذيرات هامة في هذا المجال. في أعمال الرسل أصحاح ستاشر وحدث بينما كنا ذاهبين إلى الصلاة مين بيحكي لوقا؟ مين اللي ذاهبين إلى الصلاة؟ بولس سيلا تيموساوس لوقا رايحين يصلوا في مكان الصلاة يقول لك: "وحدث بينما كنا ذاهبين إلى الصلاة أن جارية بها روح عرافة استقبلتنا" جاريه فيها روح عرافه بتستقبل هذه المجموعه المجموعه ذاهبه الى الصلاه في تخطيط شيطاني ضد هذه المجموعه استقبال من جاريه فيها روح عرافه يعني ده استقبال الشيطان استقبال من الشيطان لاحظ معي ان ابليس دائما يحارب الصلاه ولا سيما الصلاه الجماعيه لان الكتاب حرص ان يقول من خلال لوقا ان التواجد الشيطاني، الهجوم الشيطاني، الاستقبال الشيطاني كان والجروب رايح يصلي لماذا؟ لانك اذا انهزمت في دائره الصلاه انت منهزم امام ابليس في الدوائر العمليه اذا ابليس نجح في ان يعوق الصلوات الحقيقيه يبقى كسب المعركه شيء هام ان ننتصر على ابليس في هذه الدائره دائره انه ما يعقناش عن الصلاه ابليس لا يريدنا ان نصلي صلوات الايمان مش عايزنا نصلي وممكن الكنيسه تبقى مش حاسه بالوجود الشيطاني لكن اول ما تبتدي تركز على الصلاه واجتماعات الصلاه اللي فيها توبه اللي فيها ايمان تحس بابليس تحس بوجوده يعني وهم قبل كده مش حاسين مفيش, مفيش مش حاسين في حاجه في في لبي بلد كويسه الامور ماشيه كويس لكن لما ابتدوا بقى يصلوا ابتدى يبقى في اجتماعات صلاه اكيد ليديا موجودة عيلتها موجودة المؤمنين الجداد في الكنيسة موجودين في اجتماع الصلاة ايه بدا ايه الاحساس بوجود الشيطان يقول لك هذه الجارية اللي فيها روح عرافة اتبعت بولس وإيانا بتذبحهم كلهم وكانت تصرخ وتقول بتعمل دعاية الجارية اللي فيها روح عرافة روح عرافة بيخليها تتكلم تعمل دعاية هؤلاء الناس تعمل إعلانات هؤلاء الناس هم عبيد الله العلي يعني بتعمل اعلان بتقول دول ناس كويسين الناس اللي جايين في ليبي ما دول غرب عن المدينه دول ناس كويسين ماشية استقبلتهم وماشية وراهم الجارية بتقول هؤلاء الناس هم عبيد الله العلي الذين ينادون لكم بطريق الخلاص ابليس يحارب هذه الطريقه هي طريقه الخداع يعمل ان هو بيفيدك وهو يضرك ليه؟ لان ممكن الاعلانات دي تخلي ناس بولس عايز ربما يخدم في الخفاء في البداية ربما لدعاية مضرة مؤذية إيه اللي أستفيد منه من الحتة دي كمل نكمل القصة كانت تفعل هذا أياما كثيرة اياما كثيره تعمل ايه دعايه روحوا اجتماع الصلاه تقولي لي طب فين الحرب على اجتماع الصلاه ده ده كثافه ارواح شريره الكلام الخداع كلام جميل ما قالتش عليهم ان دول ناس مجرمين دول ناس خلي بالكم منهم دول ناس حراميه دول ناس لصوص لا دي بتقول كلام كويس الجاريه بتقول بروح العرافه بتقول كلام كويس لكن تاثيره ضار زي بالظبط لما تكلم حد بالتليفون والكلام كويس لكن في حاجه مش مش حلوه بتجيلك. او تقعد مع واحد كده قعده وبيقول لك كلام حلو ومضحك لكن تطلع من القعده مضغوط في حاجه في في حاجه في الجو مش طبيعيه. ده اللي حدث انها بتقول وبتقول كلام بس لما الشيطان يقول كلام بيبقى فيه حضور لحاجات تضايق مع هذا الكلام يبقى الكلام حلو تاثيره مش حلو يروحوا اجتماع الصلاه في حاجات واحد يكلمك كلام جميل ويبتسم و و و وتطلع من ك... بعد كده تلاقي نفسك متضايق ومش عارف انت ايه اللي مضايقك لو عندك تمييز هتلقط على طول ان الموضوع مش كلام ممكن واحد يقولك كلام حلو لكن قلبه من جواه وحش تجاهك تأثير كلامه سيء عمل ايه بقى أبو بولس؟ يقول للكتاب ان بولس غضب جدا فضجر أبو بولس الكلمه في اليوناني كلمه قويه جدا غضب قوي قوي كل ما يبقوا رايحين يصلوا يسمعوا الكلام اللي شكله دعايه لكن لا ده خطير لان يعني ممكن الجاريه دي بعد شويه تقول كلام تاني تغير كلامها خطير شيء خطير التحذير الأول أنا قلت طرق مؤذية لا تنخدع بالكلام الحسن مش كل الكلام الحسن تأثيره حسن مش كله ممكن واحد يقول لك كلام لكن ده مخطط شيطاني الرسول بولس كان متمهل جدا تقول لي ليه؟ ليه الرسول بولس ما حسمش الامر ده من البدايه لانه عارف اني لو حسم الامر هيدخل في معركه اخرى ما كانش عايز يدخلها مبكرا حرب الروحية ومواجهة الأرواح الشريرة تحتاج إلى قيادة لأني تقول لي طب ما ينتهر ويوقف الـ الـ الأرواح دي أو يخلي الروح العرافة ده ما يشتغلش ده يعني ده عنده إيمان بولس عنده إيمان لا شك لكن عارف إنه في المواجهة مع الأرواح الشريرة لابد أن تواجه في الوقت المناسب في التوقيت المناسب عشان ما تدخلش في معارك انت ربما مش عايز تدخلها الان الرب مش مريحك انك تدخلها الان لاني يعني بولس كان فاهم هيحصل ايه عارف لكن اتضايق قوي 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 من الحضور الشيطاني اللي مع الكلام يعني زي ما يقول ما يقدرش يمسك عليها حاجه ما يقدرش ما, ما يقدرش يشكيها ما يقدرش يعمل اي حاجه ما بتقول كلام كويس تضايق يقول الكتاب قعد يتضايق وبعدين التفت الى الروح وقال انا امرك باسم يسوع المسيح ان تخرج منها فخرج في تلك الساعه بس بولس عارف هيحصل ايه؟ ان الجارية دي ملك ناس، ناس بيمتلكوها ولما الجارية ما يبقاش فيها روح العرافة مش هتبقى نافعة، اغلبكم يعرف القصة الكتاب يقول هنا كانت تكسب أصحابها أصحابها في آية كام؟ 16 مكسبا كثيرا بإيه؟ بعرافتها ده روح عرافة وروح العرافة ده الاسم بتاعه باليوناني يعني مكتوب كده يعني لما ترجع للأصل إن ده إله كان الرأي بيرسموه في تعبان ضخم يعني حاجه ما كانش فيها روح عادي يعني فعشان كده اصحابها ده ليها مش صاحب واحد لانها ثروه اصحابها بيكسبوا من وراها كتير ليه؟ لأنها عندها ده روح عرفة بتعرف حاجات بتقول للناس أسرار وأخبار و والناس بتدفع فلوس فلما بولس يحرر الانسانه دي اللي يحصل مش عايزه ذكاء الناس اللي اصحاب هذه الجاريه هينتقموا منه لاني مكسب ضخم وراح عشان كده الرسول بولس ما كانش عايز يدخل في مواجهه مع دول لان الشيطان مش هيستخدم روح العرافه بس الشيطان بيستخدم روح العرافه وبيستخدم كمان البشر الاستخدام الثاني ابليس بيستخدم المال يعني بيستخدم الكلام وبيستخدم الفلوس لأن عن طريق المال قدر يحرك الناس ضد بولس واللي معاه يقول الكتاب في آية 19 فلما رأى أصحابها أنه قد خرج رجاء مكسبهم محبة المال يعني هم أصحاب البنت دي أو الجارية دي مش هاممهم إن الجارية دي تطلع منها الروح الشرير هاممهم الفلوس ده اللي إبليس بيعمله بسبب المال بيقتل بالمال التعاطف الإنساني عشان الفلوس صاحب الشغل يدوس, يدوس 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 على الناس اللي بتشتغل عنده عشان ياخد فلوس عشان ياخد يكسب مش مهم الناس تجي لها امراض مش مهم الناس اه استخدم ده مع اللي اشتغلوا في المخدرات واستخدم ده مع التجار بيستخدم ده مع اصحاب العمل من أجل المال بندوس على بعض ده هدف إبليس ومن أجل المال الناس دول مش عايزين الجارية اللي عندهم تبقى إنسانة طبيعية عايزين هو تبقى إنسانة تسكن فيها روح شرير قوي جدا ده أكيد عايشة في في عذاب يبقى واحد جواه أرواح شديدة ساكنة يبقى ساكن جواه عذاب معذب تعبان زي ما الرب في مرة حرر الراجل اللي كان فيه أرواح شديدة ضخمة جداً والارواح طلعت في الخنازير والخنازير ماتت ارواح الكتير اللي كانت فيه دخلت في الخنازير والخنازير من الارواح الشريره قالها جنون في ناس تقول لك اختارت انها تموت ارحم من العذاب طلعت جري على الميه وغرقت يعني الراجل نفسه ما عملش كده اللي كان فيه الارواح دي كلها لكن الحيوانات بقى ما ما ما, ما, ما قدرتش يقول الكتاب ايه؟ ان راحوا قالوا للرب لا مش عايزينك طلعوه من المدينه ليه؟ لانهم خسروا الفلوس خنازير ليها ثمن لكن الراجل المسكين الغلبان اللي كانت فيه الارواح الشريره ده ملوش قيمه الرب شفى ده بس الثمن ان هم خسروا الخنازير لا الرب يطلع بره المدينه المال سلاح يستخدمه ابليس مش بس مع الناس العاديه كناس خدام حياتها تكرسها ضاع بسبب المال بسبب الهم من المال خوف بسبب المال ابليس بيجيب قلق بيجيب هم بيجيب تدمير للاخرين وفي ناس ابتدت تخدم من اجل المال ولما يحسوا ان الكنيسه عددها هيقل المشكله عندهم مش ان الناس دي هتضيع اللي سابت الكنيسه لا ان داخل الكنيسه هيقل المال المال عشان كده الرب قال ما تقدرش تخدم سيدين يا اما يبقى المال سيد على حياتك يا اما الرب ما ينفعش في قوه دائما ابليس يس تقدم المال اما في انه بسبب المال يجيب حم يا يعني اما بسبب المال يجيب رغبه وخوف ويخليك طماع حتى في البلاد المتقدمه ممكن ادويه مضره تتباع ويتغطى على العيوب بتاعتها بسبب المال خطير من ممكن اطباء يعملوا حاجات المريض مش عايزها وعشان الفلوس اللي تجيلهم تكتر المال شيء خطير 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 واذ اتوا بهما الى الولاه قال قالوا هذان الرجلان يبلبلان مدينتنا ده مش حقيقي بولس كان بيخدم بحكمه شديده في فيليبي ولما كرز راح لاجتماع صلاه اساسا عند الشاطئ واتكلم يعني ما عملش ضجيج كذب ابليس يستخدم الكذب الافتراء يقول عليك كلام انت ما عملتوش أو عملت حاجة صغيرة ويكبرها أوي أوي وينشرها وعادة الخدام يتعرضون للافتراء عادة يكبر لك الغلط كده يكبر, يكبر يكبر أو غلط مش موجود أساسا ممكن يختلق قصص ناس تحكي قصص لا وجود لها وده يقول لي ده وده يقول لي ده وده وتبقى قصة هذان ايه بقى يقول لك هذان الرجلان يبلبلان مدينتنا وهما يهوديان عشان كده هو مسكوش الاثنين التانيين لا لوقا ولا تيموساوس ليه لان الاثنين مش يهود يونانيين ممكن ابليس عشان يستخدم عشان يأذيك يستخدم حاجات بره الموضوع يعني في الشغل يستخدم انك انت جنسيتك مثلا اساسك مش كندي عشان تفقد وظيفة ماش علاقة يعني ايه المشكلة استخدم الجنس يعني جنسيتك ايه مؤمن لا يقف متفرجا لما يحس ان حقوقه بتضيع بسبب انه جاي من الشرق الاوسط جاي من العراق جاي من مصر جاي من السودان حس ان حقوقه بتضيع هو اشطر لكن حقوقه مش بياخد حقه ابليس بيستخدم حاجات عشان ما تشتغلش عشان تشتغل شغل اقل لما انا افهم ابليس بيعمل ايه انا عندي سلاح ايه هو السلاح؟ الصلاه نعم عشان كده ابليس اول حاجه ابتدى يحاربها الصلاه لكن بفهم من القصه اني ابليس اه ممكن يستخدم انا اصلي ايه عيلتي كانت ايه يستخدم خطايا سمعه على عيلتي ملهاش علاقه بالموضوع عايز يعطل زواج عايز يعطل شركه فيها مؤمنين يجيب بقى حاجات من الماضي ومن الجنسيه ومن العيله لا علاقه لها للتاثير المؤذي تعلم ان تكون واثقا أن إبليس لا يكسب بسبب هذه الأمور ما تقولش كده عشان أنا مش جنسيتي كندية أو أمريكية أو في الأساس أو عشان أنا لوني أسمر أو أسود أو مش هلاقي شغل لا تقل هذه الكلمات لأنك حينما تقول هذه الكلمات أنت في الواقع بتقول لي إبليس أنت ناجح. لما الأصول تقول إبليس استخدم اللي انت عايز تستخدمه أنا شغل محفوظ. لأن أنا باخد الشغل من إيد الرب. أنا مش وظيفتي في إيد فلان. اللي عنصري أو متعصب أو بيستخدم حاجات ملاش علاقة بالشغل الدين ال... جنسية أنا شغلي في إيد الرب باخده من إيد الرب مش هتقدر تستخدم هذه الأمور نما. هنا بيستخدم عشان كده قلت لك خلي بالك هما ما مسكوش الأربعة مسكوا بس النا... الاثنين اليهود ليه؟ عشان كان في الوقت ده سمعة اليهود سيئة واطردوا اليهود اللي كانوا في روما طردوهم من روما كانت السمعة سيئة لكن ايه دخل ان السمعة سيئة بان احنا غلطنا او ما غلطناش الناس الاصحاب الجارية دي بعد ما تحررت يقول لك اذ اتوا بها الى الولاه قالوا هذان الرجلان يبلبلان كذب يستخدم الكذب ابليس مدينتنا وهما يهوديان ويناديان بعوائد لا يجوز لنا ان نقبلها ولا نعمل بها اذ نحن رومانيون خل المشكله مشكله يهودي و روماني وما فيش إشارة خالص للقصة إنهم طلعوا ولا حاجة استخدموا حاجة موجودة وحطوها في غير موضعها للتأثير على قرار الحكام قوم الحكام عملوا ايه يقول لك فقام الجمع معا عليهما مفيش طيب نتروى نسأل نسألهم حتى أسئلة نشوف القصة دي حدثت ولا ما حدثتش بس خلي بالك ده ممكن يكون بيحصل معاك ان يخليك ابليس تسمع قصة وتاخد موقف عن واحد وانت سمعت من جانب واحد بس ده الابليس عمل كده الحكام ما سالوش ما تحققوش ممكن واحد يقول لي اه ده بيحصل معايا في الشغل يكتبوا عني حاجه وخلاص أبو الاقي قادوا قرار الناس اللي في ديهم الامور بدون حتى ما يحققوا اقول لك طب ده ابليس ابليس بيستخدم الظلم الافتراء الكذب الولاء اتأثر عليهم آه ابليس عايز صاحب الشغل ياخد موقف ضدك ابليس عايز لو كنيسه عايز الحي ياخد موقف ضدها ده ابليس وطلع كلام وما حصلش لا نجهل افكاره، لما تقول انا لا اجهل افكار ابليس انت صادق لو بتدرس الكتاب لما بتدرس الكتاب هتفهم ازاي ابليس بيتحرك في القصه دي تحس او تشوف ازاي ابليس بيستخدم الاول الكلام الحسن اللي تاثيره ضار بيستخدم المال بيستخدم الكذب بيستخدم الجنسيه او الاصل انا ايه الاختلافات بين البشر يستخدمها وبعدين بيستخدم العنف احد الحاجات اللي بيستخدمها ابليس العنف لأن يقول الكتاب إيه؟ قام الجمع معا عليهما ومزق الولاة الحكام من غير ما يسألوهم اتأثروا بالكلام عشان كلمة يهودي وكلمة روماني انتوا اليهود ده انتوا بقى زي يعني ما لحقش يفكر وراحوا مزقوا الثياب بتاعت بولس وسيلا حاجه عايز عايزين إبليس عايز يحسس بولس وسيلا بالخزي إن يقطعوا لهم الثياب والعنف يقول لك وضعوا عليهما ضربات كثيرة ولا في سيرة حتى إنهم بيبشروا لا دول بيبلبلوا يقول لك يبلبلان مدينتنا يناديان بعوائد لا يجوز لنا أن نقبلها الحكام مش يسألوا ايه العوائد دي ايه الحاجات لا يستخدم ابليس العنف طبعا أحد صور العنف المرض أحد صور العنف الضرب أحد صور العنف السجن يعمل أمور عشان يدخلك السجن تبقى الأمور تلاقي نفسك مودان بحاجه كبيره وفي السجن اه ابليس لو فشل في انه يعطلك بطرق هيلجأ الى العنف بس في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي احبنا وايه بقى القهما في السجن عشان كده قلت لك بولس ما كانش عايز يدخل في المعركه دي وتجنب الحرب الروحيه لانه كان عارف ان دول اصحاب الجاريه يتقلبوا عليه ويعملوا حاجات يمكن ما كانش متصور انه يروح السجن لكن كان بكل تأكيد مش محتاجة ذكاء إنه يتوقع انتقاء وضعوا عليهما ضربات كثيرة بدون تحقيق بدون أي حاجة ألقوهما في السجن وبعدين يقول لك وأوصوا حافظ أجسد أن يحرسهما بضبط أو يقول لك هو اخذ وصيه القاهم في السجن الداخلي وحط رجليهم في المقطره طب ايه التفاصيل دي عشان يقول لك ازاي الشيطان نجح في ان يخلي صوره بولس انه خطر جدا اخطر واحد في المدينه ده يعني اخطر من المسجونين حطوه جوه قوي قوي ده خطر مرحبا بكم اعزائي المشاهدين كما تعودنا فقرة اسئلة جديدة عن كلمة اليوم الشيطان بشكل عام يعوق الصلاة بكل تأكيد يعوق الصلاة الجماعية والفردية ايه الفرق بين اعاقة الصلاة للفرد وللمجموعة مع بعض هو بالنسبة للفرد عادة الشيطان بيشتغل على انه يشغل وقت الصلاه باي حاجه يعني مثلا انا عايز اخد الخلوه بتاعتي في وقت معين ممكن يبعت لي ناس يعطلوني يعني دايما الشيطان عايز يشغلني باي طريقه علشان ما اصليش وعشان كده الرب يسوع علمنا ان احنا نختار وقت الصلاه يبقى وقت ما يعني صعب على الشيطان يعطلني فيه لأنه مثلا كان يقول الكتاب إنه كان بيصلي باكر أوي قبل ما حد يقوم من النوم يبقى هو بيصلي فأنا بشجع الشخص اللي عايز يصلي إن يختار وقت الصلاة الخلوة اليومية تكون مثلا لو هو بيسهر يبقى بعد كل البيت ما ينام لو هو بيقوم بدري يبقى يستيقظ بدري شوية في وقت الدنيا هادية وما فيش معطلات يعني نبعد عن المعطلات عشان ما نديش لإبليس الوسيلة اللي حاربنا بيها يعني مثلا أقفل التليفون ما ينفعش أبقى عايز أخد خلوة والتليفون مثلا معايا موبايل شغال ما الشيطان هيبعت لي آه رسائل و... ومكالمات آه ومكالمات كتير فلازم ابقى حكيم في كده يعني الرب يدينا حكمه باسم الرب يسوع ناخد حكمه ازاي نختار الوقت الصح للخلوه اليوميه ان يعني يبقى وقت بعيد عن آآ يعني ما يبقاش عرضه الوقت ده للتعطيل دي حاله الشيطان كمان آآ آآ بيحاول يديني احساس ان جسدي ضعيف واني عايز انام في وقت الصلاه واني مرهق واني منهك وده حصل مع التلاميذ يعني بطرس ويعقوب ويوحنا لما الرب خدهم قال لهم تعالوا لازم تصلوا ده الشيطان بيع عامل عليكم حرب وطلب أني يغربلكم بالغربال فصاروا وصلوا خدهم كده في حته خلا في البستان عشان يصلوا، عملوا ايه؟ لانهم كانوا مربوكين من الاحداث وجالهم حزن، يقول الكتاب انهم ناموا. ناموا بسبب انهاك الجسد والرب قال الجسد ضعيف فقال لهم الروح نشيط والجسد ضعيف ومن تاثير اللي حصل في النفس بتاعتهم الحزن. فعشان كده انا لازم اقوم الحاجتين دول، اقاوم في وقت الصلاه، احاول اصلي وانا مش بعد ما تعبت في اليوم بتاعي مثلا وانا نشط. وانا نشيط مظبوط واحاول انبه نفسي لو لو احس ان انا هنعس انبه نفسي اشرب شاي اشرب قهوه انبه نفسي الاوضه بتاعتي اضاءتها ضعيفه لا اقوي الاضاءه وده كتابي لاني في اعمال الرسل في اصحاح عشرين بولس كان بيوعظ في بعد منتصف في الليل طبعا الناس هتنعس وفي واحد من النعس وقع لانه قاعد قاعد في الشباك فطبعا الشباك هوا وكان كان اصول يقعد في حته مش كده عشان انت قاعد في حته فيها هوا هتنعس زي لما طلعوا مع الرب فوق الجبل جبل التجلي يقول ناموا ناموا ليه لان فوق هوا وجو كويس يشجع على النوم فلازم انا اختار يعني اللي قعدوا اللي قعدوا قعد في الشرفه وقع انما اللي قعدوا تحت استيقظوا ليه لانهم ولعوا الاوضه او القاعه الكتاب بيقول ولعوها بمصابيح كثيره عشان توقفوا تمنع النعس فيبقى اذا اقاوم أه أه النعس بتاع الجسد واختار وقت صح مع الرب واذا كان عندي حزن ارنم أه مثلا أه 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 اطلع من الحزن ده وانا بصلي ارفض الحزن ما استسلمش ليه أه كمان ما استجيبش الفكره في فكره بيقولها ابليس لما يبقى الواحد تعبان ومتضايق وغلطان يقول له انت ما ينفعش تصلي صلي ازاي وانت متضايق كده؟ فكره غلط، لان الاصول ان انا وانا متضايق اروح للرب عشان يشيل مني الضيق، فدي حروب ابليس بيعطل بيها صلاه المؤمن، لكن اما الصلاه الجماعيه بقى يعني مثلا عيله بتصلي مع بعض، مؤمنين بيصلوا مع بعض مثلا خدام مدارس الاحد بيصلوا مع بعض علشان الخدمه الاعاقه بتيجي من ان الشيطان بيخليهم مش براي واحد بيخليهم مختلفين مش متحدين في الرأي ما عندهمش وحدة يخلي ده بيفكر بطريقة وده بيفكر بطريقة يعني في نفس الحاجة هيصلوا من أجل خدمة نار الأحد بس ده عنده فكرة وده عنده فكرة تانية وما اتحدوش في الفكرة والشيطان بقى يشتتهم فالناس اللي عايزة تصلي مع بعض لازم تتحد لازم تبقى بنفس واحدة يعني لازم تتفق هنصلي يعني ما ينفعش نعمل اجتماع صلاه إحنا مش عارفين هنصلي عشان ايه لازم يبقى لينا ليدر مثلا قائد مدارس الاحد قدام مدارس الاحد يجمعنا ويقول لنا ان احنا نصلي النهارده عشان كذا وكذا وكذا لان احنا متفقين ان ان احنا نصلي عشان هذه الامور ما ينفعش نصلي واحنا بينا وبين بعض خصام ما ينفعش نصلي واحنا كل واحد برايه طيب سؤال تاني عن برضو ما رسالة اليوم في العزة إنه كان في الجارية فيها روح عرافة وبولس سابها تفعل ده أيام كتيرة ما سبقش ما دخلش مبكرا يعني في حسم المسألة ولما ضجر انتهرها فليه بولس اختار انه ما يخشش في وقت معين ليه مش اول ما قالت مثلا راح انتهارها مباشره عشان هل في توقيت معين يعني عشان في مبدا روحي هام جدا ان انا بواجه الشيطان او بواجه دي كانت عرافه بقياده من الله اهم حاجه انا اصلي في اي وقت دي ما فيهاش مشكله انما اعمل زي داود واروح احارب جليات ده عايزه قياده لازم الرب يبقى دافعني فانا ما اعملش ده غير لما الاقي جوايا دافع قوي وابقى متاكد ان الدافع ده من الرب. يعني لازم ما دام هواجه ابليس زي مثلا هنتهر هقول له مكتوب كذا هدخل وخصوصا لما اواجه حاجات بعقلي يعني بولس كان شايف بعقله ودي حاجه اي واحد يشوفها انه لما هيواجه الروح العرافه دي صاحب الجاريه دي هيخسر وهينقلب عليه يعني حاجه متوقعه فلما تكون المواجهه وراها توابع انا لو واجهت هيحصل كذا وكذا وكذا لا انا بقى لازم اكون عاقل وما اعملش خطوه زي دي الا لما الدافع اللي جوايا بقوي قوي جدا 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 وأبا متاكد ان الدافع ده من الله يعني انا مش هطلع لمواجهه ليها نتائج ضخمه الا بقياده واضحه جدا من الرب ولازم ابقى عارف ان الرب في الوقت ده يقودني عشان انا ابنه والايه بتقول يقودك الرب على الدوام لازم اتمسك اقول له يا رب انت تقودني وانا مش عايز ادخل في حرب أه 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 تبقى قبل الوقت واعمل زي الملك مثلا يوشيه لما دخل في حرب وكارثه حصلت له انا عايز ادخل في حرب انت عايزني ادخلها وفي التوقيت بتاعك واصلي بكده وابقى واثق في امانه الرب اهم حاجه ابقى واثق ان الرب امين هيفرملني ويخليني ما ادخلش مواجهه تأذيني او تأذي غيري يعني الرب لازم اعتمد على امانه الرب يبقى عندي ثقة في ان الرب امين ومش هيسمح ليا ان انا اعمل زي بولس اذا كان ده هيضرني، طب بولس لما عمل ده دخل السجن بس بولس يقدر يحتمل السجن، انا ما اقدرش احتمل السجن، فالرب مش هيخليني ادخل في حاجه يبقى وراها توابع انا ما اقدرش احتملها، فهنا ثقتي في امانه الله وثقتي في ان الرب لن يسمح لي ان ادخل في معركه الا في الوقت الصح هو ده الامان. ولو انا صغير بقول للمشاهد لو انت حاسس ان ده موضوع اكبر منك الدافع الداخلي كل مؤمن صغير لازم يبقى ليه مرشد روحي ده مبدا كتابي لازم يبقى عندك مرشد روحي يساعدك في, في الامر ده لما تبقى هتواجه مش شرط شيطان حتى لو هتواجه مشكله كبيره تواجه مشكله مع باباك مثلا وتوابحها منعرفش الاب هيعمل معاك ايه لانه مش مؤمن لا خليك متضع ويبقى ليك مرشد روحي وتصلي قبل ما تروح تقابل المرشد الروحي بتاعك والمرشد الروحي هيساعدك وتبقى عندك ايمان ان الرب هيقودك من خلال المرشد الروحي ومن خلالك انت كمان تحس براحه والمرشد يحس براحه فانتوا الاثنين تحسوا امتى تعملوا المواجهه اللي ليها يعني توابع بعد كده يعني العمل بول ده ليه توابع لأنه دخل السجن فاي مواجهه ليها توابع شايف انا بعقلي المستنير لان عقلي الرب بيتحكم فيه شايف ان ده ليه توابع يبقى لازم انتظر لما يبقى صوت الرب واضح جوايا وجوه المرشد الروحي بتاعي انا بسمع بسمع عايزين نسالك اللي انت اتعلمتيه عن الشيطان من خدمه انهار الحياه فادك ازاي في حياتك انا اتعلمت انه انه ازاي إن الشيطان ماكر وانه ازاي بيكذب وانه ازاي حيه وبتخدع فعلا وده فادني لانه لما مثلا في وقت ابقى بعيده عن ربنا مش شرط الشيطان مثلا يجيب لي او يعني يغريني مثلا بخطيه معينه او ابقى في مشكله كبيره قوي بس ممكن قوي ابقى في العالم ومش قريبه من ربنا لكن يبقى محسسني انه انا يعني في النص وانا مش بعمل حاجه غلط انا عايشه عادي وبعمل حاجات كويسه يعني زي ما الكتاب بيقول فاتر لا بارد ولا حار اه بالظبط ففدي أك... دي كمان حاجه وحشه قوي يعني حاجه انا برضو حتى لو انا مش في خطيه بس انا بعيده عن ربنا ومش في مشيئه ربنا والمفروض اكون موجوده فيه يعني طب تقولي ايه للمشاهدين تنصحيهم بايه لو هم حاسين بحاجه مشابهه لكده لو هم بعاد عن ربنا ولا هم قريبين من ربنا وحاسين انه ده عادي يعني. لا يعني ما يحسوش انه عادي لانه ادم انت بعيد عن ربنا يبقى 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 ده مش صح يعني يبقى ادم انت مش في الحياه اللي ربنا عايزك فيها يبقى ده غلط حتى لو ما كانش فيه خطيه واضحه فانه لازم يكونوا قريبين من ربنا يعني يعني انت قصدك تقولي ان الشيطان ممكن يخليني ابقى لا في خطيه بس في نفس الوقت بعيد عن ربنا اه بالظبط الشيطان بيعمل كده كتير قوي احنا بنشكر بسمه والى لقاء اخر مع شخص اخر شكرا الوحش الطالع من البحر، الصاعد من الهوية الأثيم، إبن الهلاك، إنسان الخطية، الإسم اللي عدده 666، كل دي أسامي مختلفة لشخصية بندرس عنها بيستخدمها الشيطان في الأيام الأخيرة. النهاردة هنكون بنكمل مع بعض عن الحديث من خلال سفر الرؤية وإصحاح 13. آآ آآ ضد المسيح الحاكم ده اللي هيحكم العالم كل الناس هتسجد ليه ليه لانه هيشوفوه على الشاشات بيتقتل في كل العالم وبعدين هيشوفوه بيقوم من الموت طبعا دي تمثيليه بس الشيطان كذاب وابو الكذاب هيخدع ويضل بها كل العالم كل العالم هيسجد لهذا الوحش ما عدا ما عدا ما عدا دي عظيمه كلمه ما عدا ما عدا المؤمنين ومكتوب عن المؤمنين ايه 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 ايه, إيه, إيه التعبير عن المؤمنين تعبير عظيم جدا الذين اسماءهم مكتوبه في سفر حياه الخروف الذي ذبح انت لازم تبقى متاكد ان اسمك مكتوب في سفر حياه الرب يسوع الخروف الذي ذبح لاجلك لو مش متأكد افتح قلبك للرب الآن، اطلب الرب، اطلب الخلاص، وبكل تأكيد اسمك هيتكتب، مش هتبقى تبع الشيطان ولا هتبقى تبع الوحش. إيه اللي بيتقال عن الوحش كمان في هذا الأصحاح؟ ده إحنا بنتأمل في رؤية أصحاح 13. يقول كده آآ آآ ان اللي هيساعده النبي الكذاب هيعمل ايه هيصنع ايات عظيمه يقول كده ويصنع ايات عظيمه حتى انه يجعل نارا تنزل من السماء على الارض يعني اللي هيساعده واحد كده مت... بتاع دين هنا لقبه النبي الكذاب ده هيعمل زي ما ايليا عمل ما زي ما انت قلت لي في الحلقه في حلقه سابقه الشيطان دايما بيقلد الرب فالرب لما جه جاي قدامه جاي قبليه ايليا هنا بقى مين اللي بيمحق للوحش الوحش ده رمز ضد المسيح مين واحد النبي الكذاب اللي هيعمل زي اللي بيعمله إليه ايه؟ يجعل نارا تنزل من السماء على الارض قدام الناس، طبعا ده النار دي هتنزل بالسحر يعني قوه شيطانيه معجزه نار تنزل من السماء بس واضح ان ده هيزيد الخداع كمان لانه لما نعرف انه اليهود منتظرين ان ايليا يجي فلما نشوف حاجه صوره بالطريقه ديت كانه يساعد الخداع اكتر 100% وكانه عايز يقول لهم ده ضد المسيح ده هو ده اللي هيحكم عليكم، هو ده اللي هيملك على كل العالم. بس انا عايز اقول للمشاهد حاجه مهمه جدا. ان لما بنقرا قصه ايليا بقى ايليا نزل نار، حبوا الناس اللي بيعبدوا العباده الوثنيه اللي هي عباده شيطانيه ينزلوا نار ما قدروش. يعني لو لما لما تبقى في معجزات في حته في, في آآ آآ معجزات شيطانيه بيعملها الشيطان والحته دي فيها مؤمنين ممكن المؤمنين يعملوا زي ايليا يمنعوا الشيطان من انه يعمل المعجزه يعني ايليا في العهد القديم منع انبياء البعل كانوا عايزين يعملوا كده يجيبوا نار من السماء لكن قدر بايمانه يمنعهم لكن هنا بقى في نهايه الايام ده هيبقى بقى الكل العالم ماشي ورا ضد المسيح والخداع ماشي وماشي, وماشي وماشي ومعجزات ويقول هنا الكتاب يصنع ايات عظيمه. بس دي حاجه مشجعه قوي انه انه احنا عندنا سلطان انه حتى لو حد بيشاهد وفي حاسس انه في ناس اقوياء في السحر او في قوه شيطانيه وحاسس انه بيوجهه ضده اسحار انه عنده السلطان ما امن بالرب يسوع ليك السلطان كده انه ما فيش اي حاجه مهما كانت عمل احجبه مهما كانت عمل اسحار انها تاثر علينا زي ما بنسمع في قصه ايليا ده اكتر من كده لو انت شفت أني انت مثلا اسيس كنيسه وشايف ان المؤمنين في الكنيسه ابتدوا يتهزوا بسبب معجزات شيطانيه بتحصل حواليهم سحر بيحصل حواليهم تقدر الكنيسه تعمل زي ما عمل ايليا في العهد القديم تصلي وتمنع أو زي أيام موسى موسى منع الصحراء بتعود ينيس وينبريس أنهم يتمادوا في المعجزات اللي بيعملوها الإيمان يستطيع أن يوقف النشاط الشيطاني إيه بقى اللي مكتوب هنا مكتوب حاجة كمان أن النبي كذاب ده هيعمل إيه ويضل الساكنين على الأرض بالآيات التي أعطي أن يصنعها أمام الوحش قائلا للساكنين على الأرض أن يصنعوا صورة للوحش لأنه قام من الأموات الذي كان به جرح السيف وعاش لأنه كان يغتال وجرح قاتل وما أو مات وقام فهنا بيقول أنه هيعمل له صورة النبي الكذاب آه ويجعل آه يقول كده هو هيعطي روحا لصوره الوحش حتى تتكلم صوره الوحش يعني الناس هتلاقي صور الوحش اللي هو الحاكم ده بتتكلم سحر سحر يخلي الصوره تبقى بتعمل حاجات غريبه ده سحر يعني انك تلاقي صوره كده فيها الزعيم بتاع الاوروبا اللي بي بتاع اللي بي في العالم الصوره بتتكلم فالناس مذهوله وطبعا عزيزي المشاهد كل ما بنقرب للايام دي هنلاقي برغم تقدم العلم السحر هيبقى نشاطه كل شويه بيزداد وكل شويه هنشوف ناس ماشيه ورا معجزات بتحصل بسبب السحر اللي هو عمل الشيطان السحر واضح انه كمان مؤخرا انتشر بدرجه غير عاديه إيه اسمع انه كتب السحر من سنه 2006 لسنه 2010 تضاعفت بقت الضعف اللي كانت قبل كده ويقولوا انه في في امريكا لوحديها دلوقتي بقى في 200 الف ساحر 200 الف ساحر في امريكا بس في بلد متقدمه أح ها. يعني وفرنسا فيها 60 الف ساحر ده كل ده اعلان او حاجه تعلن لنا ان احنا اقتربنا الى هذا الوقت اللي الصور هتتكلم فيها بالسحر ومش بس على مستوى الكبار الناس الناضجه لكن ده كمان في الاطفال يقولوا حتى من دلوقتي انه المدارس معظم المدارس في الولايات المتحده فيها لازم كل مدرسه او معظم المدارس لازم يكون في ساحر على الاقل من الاطفال نفسهم بيتعلموا هذه الفنون وكل 13 ساحر يبقوا متجمعين يعملوا جروب مع بعض كده عشان كانهم بيعضدوا وبيقووا بعض كل ده في في المدارس او كمان في المدارس اللي هي الهاي سكول اللي هي زي الثانويه او حاجه زي كدا. حاجه مفزعه لكن لازم نصلي حمايه لاولادنا لازم يبقى عندنا نقوم بدورنا ما نسيبش كده شيطان يتحرك لا نقوم بدورنا ونصلي زي ما أم موسى كان عندها إيمان موسى تربى في قصر فرعون قصر في أعلى درجات السحر يعني نقدر نقول محطة شيطانية أقوى محطة شيطانية في ذلك الوقت كانت في قصر فرعون إنما موسى ما تأثرش ليه؟ إيمان بيته إيمان أمه وأبوه خلاه يعيش ويطلع مؤمن يعني تربى في القصر ده ويطلع مؤمن دانيال اتعلم وهو سن 16 سنه في جامعه البابليين ودرس كل العلوم بتاعت السحر ولم يتاثر احنا لازم نصلي من اجل اولادنا باسم يسوع ان ما يتاثروش ابدا بهذه الامور وانهم يظلوا شهاده للرب يعني في الوقت ده المؤمنين الحقيقيين اللي مكتوبه في سفر الحياه رفضوا انهم يسجدوا للصوره اللي بتتكلم صوره الوحش امين، هنكون بنكمل مع بعض في الحلقة القادمة، لكن عزيزي المشاهد عايز أشجعك لأنه مكتوب الذي فيكم أعظم من الذي في العالم، مهما كان الجو اللي حواليك لو أنت خايفة على أولادك من اللي بتسمعيه واللي بيحصل من روح العالم وكل التأثيرات دوت تذكري أن الإيمان ينتصر، هذه هي الغلبة التي تغلب العالم، إيماننا. سمعنا النهارده عن مضايقات الشيطان لبولس الرسول من خلال جاريه فيها روح عرافه. شفنا ازاي انه كان بيحاول يستخدم قوه وسلطان المال عشان يزعج بولس الرسول. وعزيزي المشاهد بنفس الطريقه الشيطان عايز يزعجك ويحاول على يدور على اي طرق ممكن يوصل عشان يضايقك بيها. لكن شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته كل حين. نعم الرب اتى علشان يمتعنا بنصره وعشان يحمينا من مضايقات الشيطان. لكن مش هتقدر تنتصر على هذه المضايقات لو انت ما خدتش الخطوه الاساسيه في حياتك انك قبلت الرب يسوع في حياتك كمخلص ورب وسيد على حياتك عشان كده في نهايه البرنامج نفسي اوجه دعوه لكل شخص بيشاهد النهارده يمكن سمعت امور مختلفه واستفدت بتعليم مختلفه لكن اوعى يفوتك الفرصه انك تكون فعلا بتاخد الخطوه ديت وتدخل في شركه وعلاقه حقيقيه مع الرب يسوع عشان كده نفسي كل شخص بيشاهد النهارده وما خدش الخطوه ديت انه يصلي معايا هذه الصلاه من كل قلبه صلي معايا وقوله له يا رب انا بدعوك انك تدخل جوه قلبي يا رب انت عارف المضايقات الكثيره اللي بشوفها من الشيطان يا رب انت عارف الازعاج الكثير وانت عارف يا رب ازاي انه بيستخدم المال عشان يتعبني لكن انا النهارده بجري عليك، انا النهارده يا رب باجي يا رب وبصرخ اليك وانت المنقذ، انت المخلص، انا باجي وبعترف بكل خطاياي، انا باجي يا رب كده وبطلب انك تدخل جوه قلبي وتيجي وتغسلني بدمك الطاهر، تيجي يا رب وتملك على حياتي، انا بقبلك كمخلص ورب على حياتي، وببتدي معاك حياه جديده امين امين. الرب يباركك ويكون معاك ويديك نصره على كل مضايقات الشيطان. إلى حلقة قادمة، الرب يكون معاك. في الحلقة القادمة من برنامج الشيطان تحت الأقدام الصلاة والتسبيح تجعل الظروف الصعبة اللي زي الصخر في حياتك تطلع لك عسل. لا وده ده بقى هيستخدموه في كل حاجه يقول لك في معلومات اتحط في السمه دي في الرزه دي بتاع الصغيره دي ضخمه جدا معلومات صحيه ومعلومات تجاريه ومعلومات بيتك فين وعنوانك ايه و... احيانا الرب بيسمح بكده بيسمح ان نرى ان كان الشيطان هو المنتصر بس القصة دي عظيمة جدا لأن بتقول أن انتصار الشيطان ده مؤقت تابعوا معنا والشيطان تحت الاقدام